استكمل محاضراتكم التغطية المستمرة لتداعيات الأحداث في غزة والمعنية في الأساس بمحاولة تبذلها دولة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، محاولات مستمرة عبر سنوات طويلة بتتجسد في النهاية في هذا الرد الهمجي العنصري البربري الذي تمارسه قوات الاحتلال، قوات جيش الاحتلال على شعب أعزل في الأراضي الفلسطينية. المحور ده من التغطية معنيين فيه لأول مرة بتغطية بعد لم نتناوله كثيرا، وهيكون ضيفي وضيفكم الدكتور هيثم الطواجني الخبير في العلاقات الدولية. دكتور هيثم أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. ويهمنا في البداية أن احنا نتعرف على البعد الغائب والمهم جدا. من المعروف أن القارة الأفريقية هي الحاضن الأم والحاضن المهم للأمن القومي المصري، ودول القارة الأفريقية علاقتها بالقضية الفلسطينية شهدت تميزات على مدى العديد من السنوات منذ اندلاع القضية وحتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي. تمام. عايزين من حضرتك تحط المشاهد بتاعنا على ملامح للخارطة العامة اللي حكمت توجهات دول القارة الأفريقية تجاه قضية الصراع العربي الفلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا سؤال سيادتك ده سؤال مهم جدا، لأنه القارة الأفريقية هي القارة المستهدفة، قارة تمتلك الكثير والكثير من المواد الخام، تمتلك الكثير والكثير من الثروات، سوق كبير جدا للمنتجات، متميزة بطبعها، قعدت فترة طويلة جدا تحت الاحتلال الإنجليزي واحتلال الفرنساوي واحتلال دول أخرى كتير زي بلجيكا وزي ألمانيا وزي ولكن في الفترة الأولانية للصراع العربي الإسرائيلي اللي هي فترة الأربعينات والخمسينات والستينات كانت دول أفريقيا تحت الحكم الاستعمار، تحت الحكم الدول المستعمرة، فلم تكن مؤثرة. ببدء الاستقلال وبدء حركات التحرر اللي نادت بها مصر ونادت بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أصبح في انحياز كلي وجزئي لدول القارة بالكامل ناحية وجهة نظر العرب اللي بيقودهم الدولة المصرية في هذا التوقيت. هذه الحالة من الإجماع شهدت قطع العلاقات، سحب سفرة، التصويت بالكامل، الكتلة التصويتية بالكامل لأفريقيا كانت بتروح لصالح القضية الفلسطينية وجهة نظر العرب. بعد معاهدة السلام بدأ يحصل تباين وتمايز في آراء الدول الأفريقية، وحقيقي عشان الواحد يبقى منصف هذه الدول اتعاملت بشيء من البراجماتية، شيء من المصلحة. على الجانب الآخر الجانب الإسرائيلي فطن لأن دي نقطة ضعف بالنسبة له، لأنه ما كانش يمتلك هذا الزخم أثناء عرض القضية في المحافل الدولية، فبدأ يشتغل بشكل مبسط وظريف جدا. كان مقسم دول القارة إلى التقسيم الجغرافي، الشمال هو مش هيقدر يتعامل حاجة مع الجزء الشمال الأفريقي بحكم أنهم عرب، وسط أفريقيا ثم الغرب والجنوب وشرق. بدأ يقسم الدول طبقا لاحتياجاته من الدول، هو متميز زي ما هو بيشيع، هذا الكيان بيشيع أنه هو متميز ويمتلك أكبر خبرة في العالم في الزراعة، وبالتالي بدأ يدخل على الدول اللي متمركزة في الوسط ومتمركزة في الشرق اللي تمتلك أراضي شاسعة ولكن لا تستطيع استغلالها بالشكل المطلوب. على سبيل المثال لو حضرتك رحت مثلا دولة زي أوغندا هتلاقي علبة كان فيها سوري في التشبيه ده فيها قرن بامية، علبة واحدة بتتباع بدولار. بتسأل الناس هل ممكن تطبخ القرن يعني تاكل سمرة بامية بهذا الحجم وهذا الشكل، يقولك ايوه دي اسرائيلي دي ميدل مش عارف ايه دي ميدل ايه دي احسن حاجة ودي اطعم حاجة واغلى حاجة في هذا التوقيت. هو قدر يدخل مجموعة من الدول ويحولها اقتصاديا ويربطها بيه بحيث انها تبقى مؤيدة ليه. في دول اخرى من غير ما نقول اسماء بقى قدر يتعامل معه ويعمل معه تعاون استخباراتي امني كامل. في دول ثالثة ما كانتش محتاجة منه الزراعة فكان بدأ يعمل معاهم
فكرة المعسكرات الرياضية، وكلنا شفنا لعيبة غانا والتيم بتاع غانا، واللي قال حتى الولد قال بعد كده في تصريحاته انه هو لم يكن يمتلك حتى حذاء عشان يلعب بيه الكورة او يمارس بيه لعبة الكورة. فنقدر نقول انه النهاردة في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه 2023 مرورا بالسبعين سنة اللي فاتت دي، الدول الافريقية النهاردة تمايزت وتمايزت في علاقتها مع الكيان الصهيوني طبقا للمصلحة. طيب ايه اهم مصالح قدر من خلالها كيان دولة الاحتلال ان يخترق القارة الافريقية، وما هي طبيعة العلاقات الاقتصادية اللي ربطت بين دولة كيان الاحتلال وبين بعض الدول الافريقية بما يجعلها تقترب كثيرا من تبني رؤية اسرائيل في الصراع العربي الفلسطيني؟ الحقيقة ان هو ركز على دول محورية، يعني هو في تخطيطه وتنفيذه ما اشتغلش على 54 دولة، لكن اشتغل على دول محورية. على سبيل المثال اشتغل على اثيوبيا، وكان الهدف المعلن لاثيوبيا هو تسهيل حركة تهجير او هجرة او نزوح او تسفير، ايا كان الكلمة الدارجة، علشان يقدر ياخد كمية ضخمة من يهود الفلاشة ويحولهم للكيان الاسرائيلي بشكل ما او يهود بقى. الفلاشه يعني ايه بالظبط يا فندم عشان المتابع لينا ممكن يكون مش فاهم المصطلح؟ هو نرجع نقول ان الكيان الصهيوني مقسم نفسه جوه بعنصريه شديده السفارديم والاشكناز، يهود اوروبا الشرقيه او يهود اوروبا واليهود الاخرين من باقي الجنسيات. يهود الفلاشه هم اليهود اللي موجودين في اثيوبيا، ومسمينهم الفلاشه تمييزا ليهم انهم اقل طبقات المجتمع، اقل من الطبقتين التانيين. بالظبط بالظبط، ودول اللي بيشغلوا الوظائف الدونيه في الكيان الصهيوني. هم نجحوا تماما في انهم هجروا اعداد لا باس بها تزود لهم العدد السكان الضعيف جدا. خلي بال حضرتك ان الكيان الصهيوني كله 9 مليون وحوالي 150 الف، ده كلامهم هم، وانا اعتقد ان هو اقل من كده بكتير. ناهيك على انه هم محتاجين عشان يقدروا يبقى موجودين في الارض ومؤثرين في هذه الارض لازم يكونوا موجودين بكثافة كبشر اكتر من التكنولوجيا واكتر من بقية الاقتصاد، لازم يبقى موجود كبشر، خصوصا ان قدامه الناحية التانية العدو التاريخي بتاعه اللي هو الفلسطينيين بيتكسروا ويتزايدوا، وعندنا قطاع غزة اللي مساحته 360 كيلومتر مربع في 2.3 مليون في أكتر حتة في الكرة الأرضية ازدحاما. لو حضرتك قسمت عدد السكان على المساحة تلاقي حاجة صعبة جدا، كثافة سكانية عالية جدا جدا في قطاع غزة، وده رقم واحد، ودي تقديرات الأمم المتحدة أو يعني دي تقديرات اللي موجودة في الأمم المتحدة. فهو إذن لو خدنا مثال بتاع يهود الفلاشة في أثيوبيا نقدر نستنتج إن هو قدر يوصل مع أثيوبيا للفترة دي والفترات اللي بعديها والفترات اللي احنا فيها دلوقتي، إن هو في تعاون غير معلن بين الحكومتين في تل أبيب وفي أديس أبابا. كان الرابط أو المدخل الرئيسي هو تهجير يهود الفلاشة. النهاردة في حاجات تانية كتير ممكن تكون مجموعة السدود المزعومة اللي موجودة من سنة 56، ممكن تكون استثمارات بس مش معلنة حتى اللحظة، لكن هو الكيان الصهيوني قدر يتواصل مع الدولة الأثيوبية من بوابة تهجير اليهود الفلاشة. القطاع الاقتصادي، قطاع الغاز والبترول والذهب والألماس، دي قطاعات مهمة جدا، أتصور أنها ميزت علاقات دولة الاحتلال بدول القارة الأفريقية. الكلام ده صح ولا الكلام ده شائع؟ الكلام ده مش صح، لأنه هذه الدول تمتلك ثروات فعلا، ده كلام دقيق جدا طبعا، ولكن مش عارف اقولها لك ازاي باللغه الدارجه، بس هي ملهاش غير كده. هو الحاجات دي اللي حضرتك قلت عليها الثروات دي يحتكرها اما الماس مثلا، مهما كان عندك ماس فلمد هذا الماس انه يمر على البورصه بتاعه الماس في بلجيكا. يعني مهما امتلكت من زي الكونغو مثلا كل يوم بيطلعوا كميه ضخمه جدا من الماس، بس هذا الماس لا يعتد به ولا يتم احتسابه الا لما يروح بلجيك يتم اعاده صياغته واعاده
تشكيله وإعادتها زي الذهب كده. يبقى إذن الكيان ما يقدرش يتدخل لأن دي تقريبا حق أصيل للدول الاستعمارية القديمة اللي كانت وما زالت تمتلك تكنولوجيا الاستخراج، تكنولوجيا البحث فين، يعني نقدر بدل ما نقعد ندور في 2 كيلومتر مربع، لا هم عندهم التكنولوجيا، وتحديدا امريكا المتحده الامريكيه عندها التكنولوجيا اللي تقدر تقول الخرائط الجيولوجيه في المكان الفلاني فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وده حصل عندنا قبل كده في حقل زهر لو يعني الساده المشاهدين يفتكروا يعني. فهو الواضح جدا انه الكيان الصهيوني ككيان يعني كدولة بمؤسستها مش منخرطة في هذه الثروات، لكن ممكن جدا تكون الشركات، ممكن جدا تكون رجال أعمال على المستوى الشخصي، على المستوى الفردي ممكن يكون ليهم انخراط كامل في الدول ذات الثروات المعدنية أو الثروات النفطية أو الغازية. وعندنا مثال واضح جدا أنه من أول بدء العملية بتاع طوفان الأقصى ثم الرد للكيان أو جيش الاحتلال على هذه العملية، نيجيريا أكبر دولة في القارة، أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، أيدت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون النظر لأي اعتبارات أخرى أو حتى دون إتاحة الفرصة ليهم هم حتى في نيجيريا يشوفوا الموضوع جه إزاي ووصل إزاي. البعض يردد على مواقع التواصل الاجتماعي كلاما أنا مش بتبناه الحقيقة، بيتكلم عن تراجع الدور المصري في القارة الأفريقية في فترة من الفترات، أن الدولة المصرية لم تكن تهتم كثيرا بدول القارة الأفريقية. الحقيقة أنا هنا بميز ما بين موقف لرأس الدولة في هذا التوقيت وموقف مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية العميقة اللي كانت بتشتغل على الأرض. يمكن الموقف اللي أخده رأس الدولة في هذا التوقيت أثر كثيرا على فعالية دور هذه الأجهزة وقدر يدي هذا الانطباع أن مصر مش مهتم، في حين أن المتابع الدقيق للقارة الأفريقية ومتابع للنشاط المصري على الأرض يدرك أن مصر لم تنقطع، ولكن هناك حدود للقدرات وهناك حدود للتأثير. طبعا لما بنبص ده في إطار شبكة التفاعلات الأكبر اللي بتضم دول عظمى ودول كبرى، الدولة العظمى طبعا مهتمة بالقارة الأفريقية والدول الكبرى كلها مهتمة بالقارة الأفريقية، لما بص على ده ودور أشوف الصراع على ثروات القارة، ولما بص على فترة الانتكاسة المصرية الحقيقية في الفترة من 2011 ل 2013 اللي أثرت كثيرا على توجهات الدولة المصرية مش بس تجاه القارة الأفريقية ولكن تجاه قضايا أكبر وأشمل وأعم، وأشوف دولة كانت مهددة بالاستبعاد من الاتحاد الأفريقي بعد ثورة 30 يونيو الشعبية العظيمة، قدرت بفضل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تستعيد دورها ومكانتها وريادتها في القارة الأفريقية مرة تانية. قد إيه مصر تقدر توفر وتستخدم الدبلوماسية الرئاسية ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دبلوماسية المؤسسات العميقة في الدولة المصرية، دبلوماسية الشعبية ودبلوماسية البرلمان في التواصل وإعادة صياغة العلاقة مع دول القارة الأفريقية، بما يعيد مرة تانية شبكة من المواقف اللي يمكن الفترة الأخيرة بدأت تشهد تأييدا من بعض الدول اللي ما كانش منتظر منها هذا القدر من التأييد العلني للمواقف العربية وللمبادرة العربية في الأمم المتحدة. الحقيقة يا أحمد بيه السؤال كبير أوي، لدرجة أنا نسيت أول السؤال بيقول إيه، بس هقول حاجة على حاجة. هو الدور المصري لم ينتقص ولم ينتكس ولم يتم التقصير بأي شكل من الأشكال، لكن المتابع بتاعنا، أنا بتكلم عن رجل الشارع المصري العادي، كان في الستينات والسبعينات بيفتح الجورنال يلاقي أفريقيا تقريبا بحكم التأثير الأيديولوجي لكاريزمة الرئيس عبد الناصر والدم اللي اتدفع سواء كان ثروات أو قدرات أو خبرات أو مشورات أو مساندة أو دعم أو 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 دي الفترة اللي شهدت عملية الحفار بالمناسبة. أنا بكلمش على الحفار بشكل عام، أنا بكلم الستينات والخمسينات الدور المصري الفاعل. فطبيعي جدا أن يكون الجيل اللي عاصر هذا الجيل سواء من مصر أو من الدول الأفريقية يشكر مصر ويمتن لمصر ويبقى ده النموذج، ودليل على كده في شوارع وجامعات وقصور رئاسية ومطارات مش من غير ما نقول دول أسماء دول مسمى باسم عبد الناصر وموجودة تماثيل للرئيس الراحل عبد الناصر. لكن احنا بقى في مصر بنقارن
اي تصرف من بعد عبد الناصر الله يرحمه يعني بفترة عبد الناصر، فبيبان للمشاهد الطبيعي او الراجل اللي بيحلل انه الدور انحصر، ما هو خلاص المباني اتبنت والناس اتحررت والناس اتعلمت والناس قدرت تعرف اللي ليها واللي عليها، فخلاص المد الثوري المصري تراجع نفوذه وحل محله زي ما حل محل في العالم كله فترة الثمانينات والتسعينات البراجماتية الاقتصادية. مش مهم دلوقتي بقى أنا شيوعي أو رأسمالي أو ليبرالي أو مسيحي أو مسلم، لكن المهم يكون فيه تنمية وشغل واقتصاد وفلوس داخلة أو فلوس خارجة. فهذا الملعب بالتحديد أنت بتلعبش لوحدك، هو اللي خلينا نسمي الأمور بمسمياتها بعيد عن المسميات السياسية. ده ملعب لاحتياجات وسوق زي ما قلنا سوق ضخمة وفي نفس القدرات هائلة من الموارد الاقتصادية، تحتاج في هذا التوقيت مش للسياسة، تحتاج للشغل، تحتاج للإنتاج، تحتاج لأن العجلة تدور باللغة الدارجة. يبقى إذن الدور المصري لم ينتقص ولم ينتكس، لكن دخل أطراف أخرى في ملعب آخر غير ملعب الأيديولوجية والسياسة والتحرر. يبقى دي الإجابة. رقم اتنين وهو مهم، بالفعل الدولة المصرية موجودة، وأي حد عاوز يتابع يقدر يبص كده على مشروعات الدولة المصرية في تنزانيا، مشروعات الدولة المصرية في الكونغو، مشروعات الدولة المصرية، أنا بتكلم عن المشروعات اللي بتدر عائد اقتصادي، لكن في حاجات تانية كتير. بس احنا كده بنتكلم على الدولة المصرية بعد 2014، أنا بتكلم بشكل عام كله. تمام. الدولة المصرية لم تنتقص زي ما اتفقنا أو زي ما أنا أوضحت أو زي ما أنا بلغت حضرتك الإجابة، لكن أنت بتقول هل الدولة تراجع دورها في أفريقيا؟ لا لا، مش أنا اللي بقول، لا طبعا الآخر هو اللي بيقول أو الآخر هو اللي بيشيع. لا هو ما تراجعش، بس الدور نفسه اللي كانت بتلعبه مصر في الستينات ما تقدرش تلعبه دلوقتي، لأن العالم كله خلاص تحرر، ما بقاش في احتياج للتحرر ولا حركات المادة السوداء، الاحتياج دلوقتي الاقتصاد. حضرتك هتشتغل معايا اقتصاد؟ أهلا وسهلا. دول أفارقة بيقولوا كده بالمناسبة، أنا عايز أشتغل اقتصاد، أنا عايز يبقى عندي كهرباء زي عندك، أنا عاوز يبقى عندي أما أنزل من المطار ألاقيك بتروي، أنت بتروي، أنت زارع الشارع، أنا عايز أعمل كده. أنا بتكلم عن دول كبيرة في أفريقيا. يبقى إذن هو عايز اللي يبني له استاد، عايز يبني له محطات كهرباء، عايز يبني له محطات تحلية، عاوز يبني له، هو لا عندوش القدرة المادية إنه يدفع ثمن هذه المعدات أو هذا العمل، وبالتالي بروت ونابوزة ونقدر نقول كده في نبوغ للدور المصري اعتبارا من 2014. كان بمنتهى البساطة ومنتهى الأمانة كان في تجنب الظهور في العلن في التعامل المصري الأفريقي، ويسأل عنها مؤسسات اللي كانت موجودة في هذا التوقيت، وناس بترجع هذا الكلام أو الندرة في النظر أو الندرة في الظهور المصري بترجع لحادثة محاولة اغتيال رئيس الراحل حسني مبارك في أديس أبابا في 95. لكن الحقيقة أنه الأحداث من 95 نفسها حتى بداية الألفية أو العقد الأول، نهاية العقد الأول من الألفية، ما كانش فيها الزخم اللي احنا عايشين فيه في دلوقتي، ما كانش فيه الزخم ده، وما قبل 95 ما كانش فيه هذا الزخم. كانت الأمور هادية لأنه كان فيه العالم كان قطبين، قطب نهار وبالتالي بقى في قطب أوحد. هذا القطب مش من أولويات أفريقيا، القطب ده طول عمره ولغاية اللحظة اللي بكلم فيها دي حسايب أفريقيا للمستعمرين القدامى، هو بيدير من بعيد بيتحرك من بعيد، بس ليه قيادة مركزية، ما اختلفناش ده موضوع تاني. يعني الأفريكا كوم ليها أهداف أخرى، والناس بتربط الأفريكا كوم بأنه هو مؤثر ومسيطر ومتغلق. الأفريكا كوم مهمتها الأولى والأخيرة هي التواجد الأمريكي، لأنه هو باختصار شديد يعني سوبر باور، هو سوبر باور يمتلك القوة الاقتصادية، القوة العسكرية، القوة السياسية، القوة الأيديولوجية، يمتلك كل القوة. وهذه القوة زي ما حضرتك عارف عشان تبقى دولة قوية لازم الأول تعمل اكتفاء ذاتي للمحيط الداخلي بتاعك، وبعدين لما يفيد الفائض تبدأ تدخله في الأطراف اللي هي ملاصقة لحضرتك، في الحالة دي كندا والمكسيك. طب لما يزيد شوية تدخله أمريكا اللاتينية، لما يزيد شوية تدخله أوروبا، وهكذا. يبقى لازم يبقى له تواجد. هي بالمناسبة الأفريكا كوم انشأت حديثة،
ليست بقدم السنتر كوم او القيادة المركزية ولا الباسيفيك ولا 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 ولا، لكن هو شاف انه افريقيا قبل ما يعمل افريكا كوم كان السنترال كوم القيادة المركزية، بالمناسبة هي تقريبا القيادة الاكبر، هو بيحقق من خلالها التطبيق العملي لمفهوم القوة الشاملة للدولة. بالضبط، واضح جدا، بالرغم ان هو ما تلاقيش الامريكان بيعملوا صفقات مثلا مع دولة كذا في افريقيا، ما تلاقيهمش ظاهرين، ممكن يكون عن طريق شركات متعددة الجنسيات، لكن العالم الامريكي نفسه ما تلاقوش موجود. اعلام الدول الاخرى التي كانت مستعمرة القارة الافريقية بالضبط اللي هي بتشهد في هذه اللحظة حرك بالضبط تجاه أيوة. هذه القوى الاستعمارية القديمة. ليه بقى؟ لانه العالم كان قطب واحد لفترة طويلة، في قطب تاني تم التأثير عليه بشكل ما او باخر وانهار، بدأ يستعيد قوته، لما يبدأ يستعيد قوته ويخوض نزاع على اطراف دولته في قلب اوروبا، ده معناه بمنتهى البساطة انه اوروبا الغربية او الدول الاتحاد الاوروبي او النيتو ايا كان يعني المسميات، هتبدأ تضغط عليه علشان تستنزل قدراته ويستنزف اقتصاديا وتبقى الآلة العسكرية شغالة باستمرار، وبالتالي تاخد من المخزون بتاع الدولة. فبدأ هو يشتغل بشكل حاجة بتتحدث عن روسيا بالتحديد. بالضبط، بالراجل بدأ دلوقتي يتعامل بشكل آخر لدرء المخاطر بتاعته، بمعنى أنا النهاردة لما أكون بضغط عليك في أوكرانيا بدي أوكرانيا سلاح وبدي أوكرانيا فلوس وبدي وبدي وبدي، لكن أنا ليا دول مستقرة وعلاقات مستقرة سوري بالنيجر مثلا او بوركينا فاسو او مجموعه دول الغرب الافريقي، انا بتكلم على الصراع، ابتدي انا بقى احدد مصالح الغرب هناك. بالظبط، يوم يخف عليك الضغط شويه في اوكرانيا. ده ملوش علاقه باجابه السؤال اللي حضرتك سالته، لكن هي الشيء بشيء يذكر ليه في افريكا كوم. هو قبل كده ما كانش في افريقيا، لا كان في افريقيا، لكن هو كان حاطط مصر والميديترينيان والريد سي البحر الاحمر مع اوروبا واسيا ضمن مهام السنترال كوم او القيادة المركزية الامريكية. وبعدين لقى انه الحلفاء بتوعه بدأ دورهم يتراجع عسكريا شوية بحجة ان الامريكان هم اللي موجودين، هتلاقي الانجليز على سبيل المثال بدأوا يقللوا في عدد الفرق العاملة، بدأوا يقللوا في عدد الجيش اعتمادا على التكنولوجيا اللي هم بيوصلوا لها والامريكان بيدوه لهم، فهو مش محتاج قوة ضخمة زي ما كان سبق، وبالتالي في بقى في فراغ استراتيجي بسيط هو قدر يعني يفطر ليه فشكل السنترال كوم. استكمالا لعرض حضرتك او سؤال حضرتك انه هل ممكن الاعتماد على الدبلوماسية الرئاسية او الدبلوماسية الشعبية او يعني انواع الدبلوماسية اللي احنا نمتلكها كمصر؟ احنا لازم نشوف ايه مصادر قوة الدولة المصرية عشان نقدر بقى نحدد نقدر نعمل ايه او نعملش ايه ونقدر نتصرف بالشكل ده اسرع او ابطا طبقا لمصادر قوة. احنا نمتلك كدولة مصرية قوة هائلة اسمها مؤسسة الرئاسة، بغض النظر عن من يحكم مصر في هذا التوقيت، اذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي او حتى الرئيس حسني مبارك او الرئيس السادات الراحلين. يعني طبعا في سنة احنا مش هنتكلم عنها لان كان الموضوع صعب شوية، صعب جدا يعني، لكن دي قوة فعلا وشأنها شأن اغلب الدول العظمى، ان مؤسسة الرئاسة في الدول العظمى مؤسسة قوية وليها صوت مسموع وتدير بشكل، ولو حضرتك بصيت لمصر هتلاقي ان مؤسسة الرئاسة بتاعتنا فعلا لها دور قوي جدا ومؤثر جدا بغض النظر عن الاخرين بيشيعوا ان انت بتاخد اوامر او ما بتنفذش او او او. طيب ايه نمتلكه تاني غير مؤسسة الرئاسة بقوتها؟ بس تحديدا في مؤسسة الرئاسة، وده مهم جدا ان المتابع بتاعنا يتعرف على الرؤية الكاملة، ان لدينا قائد يتمتع برؤية خاصة للقارة الافريقية وحققها على الارض وقدر من خلالها يعمق مظبوط من فكرة ارتباط الامن القومي المصري بالحضن الافريقي. مظبوط مظبوط، هو الامن القومي المصري لابد هو لازم نعرف انه الامن القومي ما بيقفش عند الحدود، لانه لو وقف عند الحدود ببساطة شديدة جدا يبقى ما انت ما عندكش امن، انت التأمين دايما لازم يبدأ من خارج الحدود بتاعتك. ولو بصينا دوائر الامن القومي المصري هتلاقي ان افريقيا بالكامل داخل الدائرة الاولى للامن القومي المصري، لكن لازم نعرف قوتنا ايه نقدر نعمل لهم ايه. ايوه، يعني احنا نقدر نعمل لهم ايه؟ يعني احنا بمنتهى البساطة لا نستطيع الدخول كمنافس للصين، بتبني مدن كاملة للصين، قدرات اقتصادية هائلة، قدرات
تكنولوجية متفوقين في هذه الناحية، فأنا ما أقدرش أخش قدامه في هذا الموقف، لكن أقدر أدخل قدامه في سد زي سد تنزانيا أو سد ريفجيني مثلا أو ريفجيني، أقدر أدخل قدامه في مشروع، أقدر أدخل قدامه في مشروع تاني تالت، لكن ما أقدرش أدخل قدامه في 54 دولة. دي قدرات. أنا أمتلك بقى إيه؟ أحسن من الصين في شوية. أنا أمتلك قدرات اقتصادية، ما يعني مش هنقول إنها ضخمة زي الصين، لكنها معقولة، بدليل إن في مشاريع بالفعل اتنفذت، وتنفذت في وقت قليل وبفلوس قليلة من وجهة نظر الدولة اللي تعاقدت معانا وإلا أخدت بقية المناقصات. أمتلك قرب المسافة، أنا بيني وبين أي دولة أفريقية أقل كتير ما بين الصين والدولة الأفريقية. كمان لازم ناخد في اعتبارنا حاجة مهمة جدا، ما بذله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجهود ضخم عشان ناخد إجراء إنه يبقى فيه طريق موجود من الإسكندرية ينزل لغاية بريتوريا. هذا الطريق يمكن ما فيش زخم إعلامي بيتكلم عليه، غير كيب تاون بالظبط، لأنه حتى الآن لم يعلن، لكن هو الاتفاق كان ماشي على إنه كل دولة تعمر الجزء اللي يخصها. إحنا في مصر نفذنا هذا الكلام بالطرق الطولية والطرق العرضية والمحور، أعتقد إنه قرب يخلص، بس هو طبعًا كدأب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يعلن إلا لما يكون المشروع انتهى، ودي نقطة كانت مش موجودة قبل كده، حاجة نقطة قوة ضخمة جدا. وبالتالي انت هيبقى عندك في وقت من الأوقات تقدر تنقل بري أو سككي من القاهرة لغاية حدود بحيرة فيكتوريا، وتنقل نهري في بحيرة فيكتوريا وباقي أو باقي الرواف بتاعت النيل لغاية ما تكمل بقية الطريق لغاية كيب تاون. ده يديك ميزة، ده يديني ميزة، ده مشروع مهم، مشروع مهم جدا 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 جدا. اتفاقية التجارة فندم، اتفاقية التجارة، اتفاقية التجارة الكوميسا، اتفاقية التجارة الأخرى، القيادة نفسها الحكيمة للدولة المصرية في التوقيت كانت تولد فيه الاتحاد الأفريقي، رئاسة الاتحاد الأفريقي، في حين أنها من فترة وجيزة كانت مستبعادة من الاتحاد الأفريقي، أو كان فيه مشروع بالاستبعاد، أو كان تم فعلا الاستبعاد بحجة أنه كان فيه انقلاب أو خلافه. فشوف بقى قدراتك أنت كدولة، أنت مستبعد من مكان بعد فترة وجيزة جدا في عمر الشعوب تعود وتقود هذا المكان. تبتكر دي في دليل أكتر من كده أنك قادر اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا وبقية الإمكانيات والقدرات. بالضبط. هل بخبرة حضرتك في الدراسات الأفريقية نقدر نعول كثيرا على تغيرات ملموسة يمكن أن تعيد تاني الدعم الأفريقي الكامل للموقف العربي في قضية الصراع العربي الفلسطيني؟ إحنا نقدر، لكن الموضوع مش مرتبط فقط بقدرتنا، عشان بس يبقى الكلام دقيق، الموضوع مش مرتبط بقدرات الدولة المصرية قد هو مرتبط بأنه الآخر أيا كان ما اسم هذا الآخر نجح أنه يبني مصالح استراتيجية قوية بروابط اقتصادية قوية مع بعض أو جزء أو على الأقل دولتين ثلاثة من القارة الأفريقية، فلا يمكن فصم هذه العورة ولا تعول كثيرا على الإجماع الأفريقي أو الإجماع أو تبني وجهة نظرك. إحنا دلوقتي في هذا التوقيت لابد أن إحنا نتكلم بنفس اللغة، ما ينفعش نتكلم يعني في صراعنا مع الكيان الصهيوني ما ينفعش نتكلم بنفس الكلام كنا نتكلم في الستينات. الموضوع عدى ولا آه صحيح إن دي ثوابت، دي مرتكزات، وده أهم مرتكز في السياسة المصرية ألا هو القضية الفلسطينية والدفاع عن القضية الفلسطينية، وإحنا قدمنا القضية الفلسطينية دي اللي أنا ما أقدرش أحصيه في هذا المكان الضيق، لكن موجود ومعلن الناس كلها عارفاه. يبقى أنا ما ينفعش أتكلم على الدعم الدولي والحشد الدولي وأنا هجبر إسرائيل، لا، الموضوع عدى هذه المرحلة لأن ما قدرتش أجبرها في 75 سنة. يبقى لابد إن أنا أغير من أسلوبي، لابد إن أنا أغير من أدوات وكروت العمل اللي أنا بشتغل بيها. ما ينفعش أفضل طول الوقت أدور على دعم لن يغني ولن يسمن من جوا، ده وجهة نظر الشخصية وماش أي علاقة بمؤسسة الدولة. مؤسسة الدولة ليها خططها الاستراتيجية اللي بالفعل بتنفذ، لكن أنا شايف أنه في الوقت الحالي لابد أن احنا نعمل حاجتين كمصر. احنا دورنا مع القضية الفلسطينية مرتكز وأساسي، لكن أنا أحمل السلاح مرة أخرى للدفاع عن فلسطين مش منطق. أنا حاربت خمس حروب لصالح فلسطين، صحيح جزء منها
انا اتاثرت بيه وبدات بقى الموضوع مش قضيه فلسطين بس، بقت قضيه ارض وكرامه وعرض، واستعدنا ارضنا وعرضنا ورجعنا حاجتنا وحافظنا على سلام استراتيجي مع دوله لا تحترم مواثيقها وتعهداتها مع كل الدنيا الا انت. تبقى هي تحترم مواثيقها ومعاهداتها معاك ليه؟ ما لازم نحط كل حاجه في حته. هو ليه بيحترم المعاهدات؟ هو بيسمع كلامك ليه في الافراج عن الرهائن او دخول المساعدات او المفاوضات؟ مش لازم الحاله اللي احنا فيها 2023، لكن في 2008 برضو كان في حاله مماثله، ولو حضرتك رجعت بالزمن هتلاقي في 5 جولات للصراع الحمساوي ان اتكلمنا يعني اجازه ان هم يمكن يبقوا طرف، مع ان الطرف الاصلي والشرعي هو السلطه الفلسطينيه في رام الله. لكن في ال5 جولات دول كان دورك مؤثر وقوي، ونجحت في اوقات كتير قوي في نزع فتيل الازمه. المره دي لابد انه الاخرين يعملوا هذا الدور، كل واحد يعمل دوره، مش انا اعمل كل الادوار. الطرف الاخر في الصراع يدرك جيدا حدود قدرات الدوله المصريه التي اذاقته كثيرا من المر على مدى فتره الصراع الطويله. مصر لديها من القدرات التي تحمي بها امنها القومي، مصر لديها من الامكانيات التي يمكن ان تعيد بها تاسيس فعاليه جديده لدور دول القاره الافريقيه في هذا الصراع. مصر تتحين اللحظات المناسبه للتحرك وفقا للمصلحه القوميه المصريه ووفقا للاهداف الوطنيه التي تحددها القياده السياسيه لهذا الوطن. افريقيا ليست بعيده عن دائره الصراع، ولكنها ستظل ملعبا خفيا لتهديد المصالح المصرية مع دائرتها الأهم، دائرة القارة الأفريقية وارتباطها بالأمن القومي المصري المباشر. لكم كل التقدير وكل التحية. اسمح لي بس، أنا آسف بدون مقاطعة حضرتك. الآخر لا يدرك كل إمكانيات الدولة المصرية، لا يدرك كل إمكانيات وقدرات الدولة المصرية الكاملة. احنا بنمتلك قوات قدرات كتيرة وقامات كبيرة وأفكار وفي كل المجالات، لكن في حاجة واحدة بس هو ما يعرفش إمكانياتنا وحدودنا لغاية فين، ألا وهو الإنسان المصري. اسمح لي بس أطول أقول حاجة صغيرة في الحتة دي. الموقف اللي احنا فيه في الوقت الحالي تم تجهيز وتهيئة المسرح ليه بقاله أكتر من 1.5 سنة. ضغط اقتصادي هائل مش هنعدده ولا هنقوله، بس هو في ضغط اقتصادي هائل على الدولة المصرية علشان تقبل بما يعرض عليك بسياسة الأمر الواقع أو فرض الأمر الواقع. ما تهيئة المسرح وتهيئة الأجواء إنك تقبل هذا، وما فيش غير هو ده الخيار اللي حضرتك لازم تقبله. ده بيشتغل عليه من 1985، بينفذه في 2023. لكن لما جه ينفذه، ومجرد ما السيد الرئيس اتكلم في 2 أو 3 جملات على الرغم إن اليوم اللي قبليه، قبل ما يتكلم اليوم اللي قبليه على طول، لو كنت حضرتك نزلت الشارع وتعاملت مع المصريين على اختلافهم، كانوا اغلبهم مضغوط وساخط ويشعر بحاله من الغضب المكبوت لتدهور الاحوال الاقتصاديه، تردي الاحوال الاقتصاديه، ندره القدرات الاقتصاديه. بمجرد ما السيد الرئيس اتكلم مره واحده بس وحدد اللقاءات المصريه الشهيره، تجد لحمة وتجد كبار السن وصغار السن ومتوسط السن بيتكلموا كلهم على قلب رجل واحد. لا أي بلا إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي، ومن رحم ربي تشمل دول وتشمل تنظيمات تتحرك بأوامر من يشغلها ومن يشغل من يشغلونها. قلناها كثيرا وسنرددها، نمتلك من الإمكانيات والقدرات التي يحاولون من خلالها التأثير على الوعي والرأي العام المصري، ولكن يبقى الشعب المصري هو بطل الحكاية دائما وأبدا. مظبوط مظبوط، كلام دقيق 100%. كل الشكر والتقدير للدكتور هيثم الطواجني على وقته وعلى مفاهمته معنا في إسراء الأفكار حول أفريقيا والقضية الفلسطينية. شكرا 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 جدا.